قطع النظافه على كل حال احنا هادشي اللي دار بالنسبه الينا فيه مخالفه للقانون، فيه مخالفه للقواعد ديال المنافسه الشريفه، فيه تحايل ايضا على، وفيه امتناع غير مفهوم على سلوك يعني المسالك الطبيعيه اللي سبق المجلس بدا فيها حتى في هذا المجلس. مخالفه للقانون اولا، المرفق ديال التدبير ديال جمع ونقل النفايات الهامده ماشي اختصاص الجماعه. نرجعنا للقانون 2800 القانون التنظيمي للجماعات، هذا الاختصاص ماشي ديال الجماعه، الجماعه عندها الاختصاص ديال تدبير المرفق ديال النفايات المنزليه وما شابهها، وهي وحده من ثمانيات الاصناف تاع النفايات اللي اختصاص فيها كيرجع لجهات اخرى. مزيان. ثانيا، هاد العقود ديال التبديل ديال النظافه اللي كاينين اليوم مع هاد الشركات تم اعدادها والمصادقه عليها بناء على واحد الكناش ديال التحملات. هذاك الكناش ديال التحملات ما فيهش الامكانيه ديال القيام بهذه الخدمه ديال جمع ونقل النفايات الهامده، ماشي حيت ما كناش بغينا في المجلس الفايت، لا، حيت درناها وزاره الداخليه جاوبت كتابه بان هذا الجزء المتعلق بجمع ونقل النفايات الهامده خصكم تزولوه لانه ماشي اختصاصكم. لا، دابا على كل حال تحايلات ما تحايلش، حنا دابا احنا بالنسبه الينا هذا الشيء فيه مخالفه للقانون. بغينا اولا نسولو شنو هو الراي تاع وزاره الداخليه، واش تغير، وشنو السبب ديال التغيير ديالو ما بين البارح واليوم. ثانيا، واخا يتغير اليوم هذه العقود باش يمكن لينا نغيروها ونفتحوها يعني باش تشمل هذا الجانب، خصنا نكونوا غيرنا دفاتر التحملات اللي سبق صادق عليها المجلس، فهمت؟ لذلك هذا امر فيه مخالفه. ثالثا، دابا هذا الشيء فيه اتفاق مباشر مع جوج الشركات باش نديروا لهم مساهمه في التوازن المالي ديالهم على حساب الخدمات الاخرى، وغادي نرجعوا بالوضع الى الوضع الذي جعلنا مضطرين في السابق نفسخوا العقود مع السيتا ومع افيردا، لانهم كانوا كيقوموا بهذه الخدمه بدون موجب حق، بدون التزامات تعاقديه، وفسخنا العقود، واليوم حنا غنعاودوا نديروا نفس الخطا. هذا هو المشكل.